هسه احنا ردنا نسوي مطار ثاني مدينة، احنا مطارنا بال44 ومطاركم ما صار لن نشتغل به، لكن هسه قسم من الاخوان وهم المحسوبين شنوا علينا حملة يريد يوقفون المطار. ليه شنو مصلحته يوقف المطار؟ يعني والله ما وراء الأكمة ما أعرف يعني. لا هم أحناني أنا أعدائي ذولا ما وراء الأكمة، أنا ذولا أعداء الحياة. شردون يعني هم ليه زعلان من المطار؟ يعني ما أعرف. يريد نسبة؟ مو قصة نسبة. لا شيء. يعني مع الأسف يعني إحنا عندنا مثل ما أدري يقول بزونة تفرح بعملها يعني ما أعرف. يعني يريد يعطلون حركة الإعمار بأي شكل. دولة متنفذين سياسيين طبعا. ها أحزاب؟ أي نعم، حتى المستثمرين. هسه مستثمر يجي بعد ما أخذ القاع وصار قبت لك العيطة فساد هسه يا بدي خلي المستثمر يجي. هذا هو اللي احتيته يردون نسبة 10% من المشاريع. احنا وهي مو قصة نسبة 10% يعني. انا اعتقد القسم يضغط الضغط يعني مثل ما اقول البتشي مو على السير، البتشي على الهريسة. هذا الضغط هذا الكذا اكيد يعني ناس تريد يعني، وللأسف يعني اكو من يخوض وراهم بدون علم وبدون هدى. يعني عليك ضغط من بغداد على المشاريع الولد يردون؟ شوف انا ما اقول لك يعني ماكو ضغط، اكو ضغط، لكن يعني معروف عني يعني انه اني اقاوم ما عندي يعني، ولذلك هذه المنجزات على الارض يعني موجوده. نقاوم احنا نقول يعني ان كانت هي مناقصات فمفتوح للجميع يقدمون. وبعدين احنا للعلم يعني حتى تكون جنابك بالصوره وكل اهلنا العراقيين يكونون بالصوره، احنا المحافظه الوحيده اللي طلبنا من القضاء يشكل لجنه قضائيه تراقب عملنا ويانا 24 ساعه عفي. ويمكن جنابك سمعت معالي الاستاذ فايق زيدان اي من قال عمموا تجربه نينوى على انا شفت مجمع المحاكم رائع. اي لا يعني انا قصدي انه احنا عندنا لجنه قضائيه ويانا اي مرات ترفض مشاريع تقول هذا المشروع ما يصير. اللجنه القضائيه ترفض مشاريع؟ اي ويانا يعني يقول هذا المشروع بدلوه، رجعوا المناقصه، رجعوا كذا. يعني احنا ندور يعني ما يقوي حصانتنا يعني. والله خلي الرجال يشتغل. ابو الوليد خف ايدك خلي العالم تشتغل وخلي العالم تبني وبطلوا هاي القضيه السمسره والمشاريع وتوزعون حتى تسوون دعايات انتخابيه، لان اكو ناس عندها استعداد تشتغل واحنا نعاونها. وبنفس الوقت نعرف اللي تشتغلون من وراء الكواليس فكافي، لانه اضطر اقولها بالاسماء فخف ايديكم وخلي الناس تشتغل وانت هم تصير حباب.